شاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın mensupları, فخامة الرئيس والسادة والسيدات الإعلاميين، أحييكم بكل محبة واحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني سعيد أكون هنا في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة وهي 12 سنة، وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى الرئيس السيسي وجميع الإخوة المصريين على حسن الاستضافة والحفاوة. قبل الحديث عن حديثي أيضا تفاصيل لقائنا هنا، أود أن أعرب عن تمنياتي بالشفاء العاجل للذين أصيبوا في مدينة أرزنجان التركية، وللأسف الشديد هناك وفيات 9 من أيضا العمال في المنجم قد فقدوا أرواحهم، وأعمال البحث مستمرة، ووزير الطاقة ووزير الداخلية قد كلف بأداء مهمة هناك، متابعة الأعمال أيضا، ونحن نتلقى معلومات. و349 مختص إلى جانب 886 أيضا من فرق داعمة وأدوات مستعدة، مثل 44 مولد طاقة وأكثر من 300 أدوات وآلات للإنقاذ، إلى جانب 6 طائرات مسيرة تعمل هناك، ونحن سنعمل حتى نصل إلى هؤلاء المواطنين، وأسأل الله أن يحمينا من جميع الآفات والبلاوي. أيها الإخوة، نحن في الواقع نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد لما يزيد عن 1000 سنة، ونحن نريد أن نرتقي بمستوى علاقاتنا إلى المسار اللائق، ونجد بأن الإرادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري، وقد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وقد أعربت بأنني أنتظر فخامة الرئيس في زيارته إلى أنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وأعتقد أن هذا الاجتماع هو سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية. واليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، كما أننا عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر، وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا. كما تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي. ومجال الصناعات العسكرية والدفاعية يعتبر مجال تركيا قد أثبتت قوته فيه، ويمكن أن نطور علاقاتنا أيضا في بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين، ويمكن أن نطور علاقاتنا وتعاوننا في مجال الأنجي ومجال الطاقة، وإلى جانب أيضا يمكن أن نعزز روابطنا في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية، وسنبذل قصارى جهدنا. وكذلك
إن معهد يونس أمرا في القاهرة يعتبر أكبر فرع لمعهد يونس أمرا في العالم من حيث الإقبال عليه لتعلم اللغة التركية. وفي السنة الماضية فقط قد تم تسجيل 22 ألف طالب مصري في هذا المعهد من أجل تعلم اللغة التركية، وهذا يبعث على السرور والسعادة. أيها الإعلاميون، إن ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية كان قد تصدر جدول أعمالنا اليوم، ومن خلال الهجمات الإسرائيلية إلى حد الآن قد استشهد أكثر من 28 ألف فلسطيني، كما أنه أصيب ما يقارب 70 ألف فلسطيني بريء، وقد تم استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومباني تابعة للأمم المتحدة. وإن إدارة نتنياهو فقط استمرت بسياسة الاحتلال والقتل والمجازر أيضا رغم ردود الفعل العالمية أيضا. ومن أجل إيصال المساعدات إلى غزة يعتبر من أولوياتنا أيضا. ومن إلى حد الآن من بلدنا قد أرسلنا ما يزيد عن 31 ألف طن من مساعدات إنسانية أيضا. ولا شك نحن نقدر هنا دعم جهات مصرية أيضا. وأشكر كذلك الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الأمر، وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية أيضا، وقد استطعنا أن ننقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، وكذلك الخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في غزة، ونحن نتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين لبناء هذا المستشفى الميداني قريبا. وإن المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن نقبل بتطهير غزة من السكان كليا، ونحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر أيضا. وإن إدارة نتنياهو فيستمر في مجازره، وهو عليه أن يكف عن أن ينقل مجازره إلى رفح أيضا. وكذلك إن المجتمع الدولي أيضا يجب أن لا يسمح بهذا التصرف الجنوني. ومن أجل إيقاف إراقة الدماء في غزة سنظل على تعاون مع مصر أيضا. وعلى مدى متوسط فإن إعادة إعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب منا العمل المشترك، ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن أيضا. السادة والإعلاميون، وفي لقائنا مع الرئيس مع فخامة الرئيس تطرقنا إلى مواضيع ليبيا والصومال والسودان، ونحن أكدنا حرصنا على الوحدة الأراضية لهذه الدول الثلاثة وأمنها واستقرارها. ونحن في أفريقيا أو في الشرق الأوسط أو في أي مناطق التي ترمتنا بها علاقات تاريخية وتعلق قلبي بها بأن يحدث أن تحدث أي حرب أو حالة عدم استقرار، ونحن عازمون على أن نستمر في التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وتباحث كل هذه المسايا والقضايا العالمية أيضا. وأنا بهذه الكلمات أجدد شكري الخالص لفخامة الرئيس، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة وسيلة خير لبلدينا ولمنطقتنا وللعالم برمته.